السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الجلفة لنقف على المحطة نتاع المسافرين نتاع السكك الحديدية لمدينة الجلفة واللي انتهت الأشغال بها، واليوم نشوف يعني كيف أصبحت بعد ما تم يعني كل الأشغال نتاع التهيئة الخارجية. نشوف روعة، محطة عصرية جميلة جدا. إذن بدون إطالة أترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن محطة الجلفة للسكك الحديدية، والسلام عليكم.